بعرف ليش مهموم يا سعيد. أصعب يوم بالمدرسة على الأهل وعلى الأولاد هو أول يوم. أوف. بس مشان هاليوم يمر بسهولة لازم نتحضر له ابتداء من آخر أيام العطلة الصيفية، وخاصة أنه 35% من الأطفال بيعانوا من مشاكل لأنهم بيكونوا غير مستعدين لبداية العام الدراسي. البداية بالعودة لنمط النوم 10 ساعات كل ليلة، ونبدأ قبل أسبوعين من اليوم الأول للمدرسة نخلي الأولاد يعتادوا على النوم المبكر. ومن ناحية الأكل الغذائي لازم ندخل الأطفال بروتين المدرسة وننظم عدد وأوقات الوجبات، 3 وجبات رئيسية ووجبتين لثلاث خفاف. ودير بالك يا سعيد أنه 12% من الأطفال حول العالم ما بيتناولوا وجبة الفطور، وطبعاً هالشي بيأثر سلباً على أدائهم الدراسي. ووجبة الغداء لازم تحتوي على الخضار ونوع من اللحوم والنشويات، أما وجبة العشاء فلازم تكون معتدلة، وأكيد مهم كتير يشارك فيها كل أفراد العائلة. بس الأهم نتأكد أنه العشاء يكون قبل ساعتين على الأقل من نوم الأطفال لنعطيهم الوقت الكافي للهضم. خلينا نحضر بداية عام دراسي مع أطفالنا بحماس ونشاط، وعساكم دوم بصحة وسعادة.